في حاجة في الجواب يا فندم؟ هيكل بيقول إن خروتشوف متحفز إن عبد السلام عارف. ممكن تحصل مشكلة لو حضر في وجوده. سأظن الوقت دلوقتي بقى متأخر قوي إننا نعتذر لعبد السلام عارف. طبعاً ما ينفعش. الراجل ضيفي زي ما خروتشوف ضيفي. هي المسألة محتاجة سياسة ودبلوماسية في التعامل يا سامي. خروتشوف جاي مصر عن طريق اسكندرية وأنا هستقبله بنفسي. حضر له استقبال محترم. أصل خروتشوف يعز اللي قدره. مفهوم يا ريس، ما تقلقش سيادتك، أنا هتعامل مع الموقف ده بنفسي. وأنا عاوز في الاستقبال ده يحضر ممثلين عن الهيئات العمالية. عاوزه يحس التقارب الفكري اللي ما بيننا وبين الاتحاد السوفيتي. حاضر يا ريس. طب التوفيق يا سامي. اتفضل.